أعلن إسلامه مرتين، إنه النجم الكبير عمر الشريف. اسمه الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب، ولد في 10 إبريل عام 1932 في الإسكندرية، وفيلم The Yellow Rose Rise عام 1964، وفيلم Green Eyes عام 1981، وغيرها الكثير في الأعوام التالية. وفي السبعينيات قل ظهوره، مضطره إلى تمثيل أدوار مساعدة مثل دوره في فيلم The Pink Panther Strikes Again عام 1976. قام عمر الشريف بتمثيل أدوار كوميدية، منها دوره في فيلم Top Secret عام 1984، وبعدها ابتعد عن الساحة الفنية واكتفى بظهوره في البرامج والمسلسلات والسهرات، وكضيف شرف ساعد ظهوره لدقائق في أي فيلم على نجاحه، فظهر في فيلم The 13 Warrior عام 1999. حصل عمر الشريف خلال مسيرته على العديد من الجوائز، فقد فاز بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو، وفاز بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم لورنس العرب، فضلا عن جائزة جولدن جلوب للنجم الصاعد التي شاركها مع كل من تيرنس ستامب وكيردولا وبيتر أوتل. وفي عامه 75 ذهب إلى الرياض في صفقة عمل وأراد أن يؤدي العمرة، فقال له رجال الأعمال السعوديون: نحن لا نطمئن إلى إسلامك إذ يجب عليك إعلانه مرة أخرى. فرد عليهم بدهشة: أني قد أشهرت إسلامي منذ ما يقرب من 50 عام، ولكنه ليطمئنهم أعلن إسلامه مرة أخرى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.